لنضوي اكثر على طراز جديد من الامبريتزا. تنضم لنا مره جديده اكيد مسترانا عبود من اوتو ستارز. هرنا هاي جوش. انا شو هاللوك الحلو الجديد هيدا للسياره؟ عن جد كثير حلوه كثير حلوه. نحن منعرف عليها ذا امبرسيف اول نيو سوبرو امبريتزا. طبعا بعيدها ال 25 عم بتطلع علينا جوش، عشان هيك لكان عاملين عم نحتفل عم طلع علينا مش بس بلوك وعيد تصميمه، انما كمان بتطور ملحوظ جدا من الخارج الداخل وتكنولوجي بدت فيها واللي هي السوبرو جلوبال بلاتفورم. رح نحكي عنها اكثر عن هالشاسيه الجديد خلال الحلقه. انا عندنا انظمه جديده اليوم كمان دخلوا على السياره بطرازها الجديد. انظمه وتغير وتطور ملحوظ. نعم. رح نذكره هلا. عم نشوف شكل كثير حلو كثير اتراكتيف هلا سايد فيو كمان مع لاينز على الجوانب مع الكروم ماسكات الكروم كمان للبواب من ورا كمان كثير كثير حلو السياره. خبرينا اكثر. يعني عم نشوف سياره جديده تقريبا بين 95 و100% تغير كامل شامل للاول نيو امبريتزا. سياره انبنت اذا بدك بالدي ان اي سوبارو اللي هو بيزد على التكنولوجي السيفتي والايموشنال سايد. يعني هون اذا بدك اول ما الامبريتزا لافرز يشوفوا السياره رح يحسوا بهالايموشنال لينك. سياره كثير حلوه صارت اطول وصارت اعرض وهون التركيز على الكومفورت على راحه الناس اللي قاعدين بقلبها. صارت اثبت السياره مثل ما ذكرتي عرضوها اكثر عرضوها وصارت تقريبا اوطى ب 10 ملم. واو يعني عندنا صار ثبات على المنعطفات ثبات ومزجوا السبورتي لوك بالكلاسي ابييرنس. على كل حال يعني شكل انا كثير كثير حبيته كثير لفتني شكله خاصه على سايد فيو هاللاينز من تحت ومن فوق هالبامبرز كمان بنشوف كمان عندها شويه ماسلز فوق الدوليب والناحيه الاماميه الحلوه كثير اللي كنا شفناها مع الجريل والليد لايتس. عم نشوفها كمان هلا قد ايه عن جد اجريسيف السياره رائعه للاول نيو امبريتزا. اكيد لوجو السوبرو اللي بيتوسط السياره بيعطيها الايدنتيتي تبعها. مننتقل هلا للانتيريور نشوف كمان شو فيها مزايا كمان كثير مهمه من جوا. عم تقل داخل The All New Subaru Impreza وداخل كتير impressive صراحة. رنا عنا دبل سكرين كمان. أول شيء قبل ما نحكي عن الأمور هيدي عنا فخامة واضحة بالسيارة وديفلوبمنت نشغل على السيارة. يعني هون كأنه أعيد هندسة الانتيريور حتى تبع الأول نيو إمبريتزا تا نركز على الكومفورت لكل الباسنجرز إن كان كابل أو شخص لحاله أو عائلة. هون رح يحسوا قد ايه هالسبيس موجود من قدام ومن ورا. كنت ذكرت انه عرضوا السياره واضح من جوا هذا صار كمان اعرض اكيد واريح وقد ايه واحد بيطلع فيها بحس حاله طالع عن جد بسياره كثير فخمه. صح يعني سيدان غنيه بالاوبشنز مثل ما ذكرت عندنا تو سكرينز عندنا الانفوتيمنت بتعمل ميرورينج للفون تبعك بطريقه فيري فريندلي سهل التحكم فيها HN LCD touch screen وعندك فوق كمان الديسبلاي لكل الانفو اللي عايزها. وعندك كمان هالبيانو بلاك الحلو كمان اللي واضح على التابلو خاصة ناحية سكرين الموجودة بمنتصف السيارة. حتى الكروم اللي أضيف على جوانب السيارة عطى هاللوكجري للأول نيو إمبريتزا مثل ما عم نشوف هلا هون على الشاشة. السيارة عن جد سوبر حلوة ستيتشين كمان بنشوفه على التابلو بالأبيض وحتى على الديركسيون فعلا من جوا اكيد البادل شيفترز هون عم نحكي عن كونفيدنس بلاجر هيدي اللي اوريدي هي موجوده كمان بسيارات السوبر اير باجز مع ني اير باجز سيفتي يعني من كل الميلات نحن محميين لا سمح الله تعرضنا لاي حادث. يعني كمان عندنا الكترونيك باركينج بريك وفيكل داينامكس كنترول تحافظ كمان على الستابيليتي وهون رح نحكي اكثر عن تطور بالتكنولوجي للامبريتزا بالفقره اللي هي ريليتد للانجن. ننتقل لنحكي عن الانجن.
اكيد تابعين حديثنا عن سوبارو امبريزا. صارت نحكي اكثر عن المحرك اللي معروف من سنوات لليوم قد ايه مهم خاصه بالامبريزا. يعني الامبريزا تاريخ عريق بعالم السيارات وبعالم سوبرو. طبعا هون الانجن للاول نيو امبريزا 2.0 لتر بوكسر انجن. الانجينيرينج للامبريزا حافظت على الدي ان اي واللي هو البوكسر انجن والسيمتريكال اول ويل المعروفه فيهم اكيد سوبرو اللي خاص لها صحيح اللي هي سبيشال سيجنتشر لسياراتنا. انما هون بهمنا نركز على تكنولوجيا أساسية بيزد على تصنيع الإمبريزا ورح تبدأ منها واللي هي السوبرو جلوبال بلاتفورم. وتنقول سوبرو جلوبال بلاتفورم جورج عم نحكي عن وان شاسي، عم نحكي عن انجن أخف وزن، عن فيتاس أخف وزن، إنما هون بيرفورمانس رائعة وتحسن أكثر بأداء السيارة. ثبات يعني على الكواع كمان ثبات، ريجيديتي، بيرفورمانس، ريسبونسيفنس، يعني أنت وعم تلف الكوع، أنت وعم تبرم بالسيارة أنا طالع من كوع في عندي ريسبونس بتحس تجاوب بالسيارة. نعم. كيف أنت عم تاخذها وتجيبها هي السيارة عم تلبيك. خاصة اليوم داون فورس أكثر صارت أوطى على الأرض، صارت أعرض، يعني كل هالأمور كمان بتأدي اليوم إنه تكون السيارة عم تلبي كل الطموحات. صح، والدايركت انجكشن كمان اللي أضيف بتصنيع الإمبريزا واللي هو عنده عدة أفانتاج وبنذكر منهم الفيول كونسامبشن. نعم. اللي تحسن أكثر. اوريدي هو كان فيول كونسامبشن رائعة وهلا تطور زيادة، وما ننسى كمان أداء جدا ملحوظ للسيارة. بننتقل هلا معك سريعا نحكي عن الديل الموجودة فيها السيارة اليوم السوق اللبناني. اكيد رح تخبرنا رنا اكثر اليوم عن اكيد سعر السياره، عن الوارنتي غيرها، تفضلي. نحن هلا بكل شوروماتنا الصيفي، نهر الموت، زلقه، صيدا، بعقلين الشوف وجوني عاملين فاسيليتيز بطريقه الدفع. اكيد الامبريزا هي رح يكون قسطها الشهري على 5 سنين $404. الديل بيتفضلوا لعنا على الشوروم تحصلوا عليه، وعلى اوفرز موجودين عنا بتقدروا كمان تستفسروا عنهم بالتفصيل. نحن سيرفيس سنتر موجود عنا بنهر الموت، وبهمنا تعملوا كمان تست درايف على هالسياره تختبروا كل الاشياء اذا بدك المكومات اللي حكينا عنها لهال اول نيو امبريزا. شكرا على كل هالمعلومات عن السوبرو امبريزا الجديده الحلوه كثير بعيده 25 امبريزا عم تفرجينا طراز ولا اجمل. بنشوفكم بكره بسياره جديده اكيد على اوتو فوكس. الى اللقاء.